السلام عليكم، كيف حالك يا وحش؟ اليوم رجالك في مقطع جديد. مقطع اليوم راح نشرح التحديث الجديد، راح نشرح القوائم الجديدة، كل شيء راح تعرفونه في المقطع هذا. أتمنى قبل أن نبدأ أنك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك ألف عافية. زي ما تشوفون لعبة ببجي نزلت تحديث، ومميزات التحديث يدعم 90 فريم، فوق هذا ستار رسمي، يعني ما هو بيتا، نسخة كاملة حقت ببجي. كل الأجزاء اللي لعبناها راحت، يعني المواسم اللي راحت كلها كانت بيتا، لكن اليوم كل شيء رسمي من اللعبة. خلونا نبدأ الشرح بسم الله. في البداية خلونا ندخل على الملف الشخصي. الملف الشخصي يمديك تضغط على الصورة حقت الملف، ويمديك تضغط على العلامة هذه. خلونا نعيد مرة ثانية، نضغط كذا بيوجهنا على الملف الشخصي. الملف الشخصي يمديك تضيف فيه اللي تبي. عندك أول خيار اللي هنا تضيف فيها الرتب، تختار رتبتك على كيفك. نفس كذا نختار على سبيل المثال هذه، نختار الدجاج، نختار الطيارة. هنا معك بس سلاح واحد، تختار السلاح اللي يناسبك تضيفه هنا عشان يكون عرض موجود هنا. إذا تبي الأشياء هذه لازم تدفع، تشوفون تشحن وتفتح الأشياء هذه. الشنطة تضغط عليها، معليش معليش، شنطة بتعطيك الملابس. الملابس هذه بتكون جاهزة لك، يعني تعدل على ملابس وتغير تلقائي من هنا على طول. يسار زي ما تشوفون تجيك كل شيء اللي هو الايدي وكل شيء، واللايكات والتعاون هذه إذا كان معك شريك يمديك تضيف على طول. وهنا الخيار هذا مقفل، ما أدري إيش سالفته. مدير كبير، يعني هذا راعي شركة، العشيرة اللي أنت فيها اللي هي مدير كبير. عندك الخيار هذا، خيار الفارغ، تضغط عليه بتضيف سيارتك هنا، تختار مهما كانت السيارة. على سبيل المثال نختار أقارب، الظاهر إنه هلا لا يطلع. مثل ما تشوفون هذا هو القارب هنا، وكذلك لازم تشحن عشان تضيف قارب هنا وتضيف قارب هنا. وعندك خيار الكاميرا، تضغط عليه، معليش معليش مرة ثانية، تضغط على الكاميرا. يمديك تحفظ الصورة في الجوال، ويمديك تشاركها على تويتر وعلى فيسبوك. هذا الملف الشخصي، تغييرات كبيرة في الملف الشخصي. خلونا أول شي نشرح القائمة. تضغط على الأصدقاء أول شي، ترسل لهم دعوات بشكل عادي، هذا هو، يعني ما في تغييرات. هو لو دخلنا على الملف، على أي ملف، نجرب ندخل على الذيب هذا. زي ما تشوفون هذا ملف خويك، بيطلع نفس ملفك بالضبط، بيضيف أسلحة هنا، بيضيف ميداليات، وبيتعطيه التعاون كل شيء. هو متعاون مع هذه، يعني هذه ماسكين يد بعض ما شاء الله. يمديه يضيف هنا سيارة، هو مو ضايف شيء. هنا بتعطيه يعني تشوف عناصر اللي هو لابسهن. زي ما تشوفون العناصر قاعدة تحمل الحين، هي قاعدة تحمل، هم لابسين لبس لكن الملابس عندي ما حملت اللعبة بشكل كامل. أول شيء قلنا الأصدقاء، عندنا أخوة في الأسلحة، أخوة في الأسلحة تضغط عليه، تدخل عليه نفس كذا مخيم التدريب. هذا هو شكل أخوه في المخيم. أنا والله خبرتي ما هي كبيرة في بوبجي، لكن خويي قال حاب إنك تشرح عن التحديث الجديد. إذا كان في أخطاء مني، شيء ما ذكرته كذا، أتمنى إنك تكون عون لي وتساعدني تحت، تكتب لي في التعليقات عشان لو جاء غيرك بيستفيد. عندنا منصة تكوين الفريق، هذه معروفة من اسمه، يمديك تجند فريق حلو، تبي سكواد اللي تبي، انضمام سريع، تنضم الى فريق وتضغط على تحديث بيغير الفريق. نضغط على تجنيد، تختار وضع الفريق، تبي مصنف اركيد، يعني تختار على كيفك. على سبيل المصنف نختار، تختار الماب مثل ما تشوفون، ويعني كل شيء يتعدل من الصفر، وتضغط على تجنيد بتنشر طلبك على الناس بيدخلون معك على طول. التجمع الممتع، هذا التجمع الممتع موجود هو من زمان، اللي هو انك تدخل مع ناس في ساحة وتلعبون وتستمتعون على كيفكم. عندنا تحت خيار تحديد الوضع، تضغط عليه. خيار تحديد الوضع، نبدأ اول شيء في الكلاسيك. الكلاسيك زي ما تشوفون فيه خرائط كثيرة، فيه مصنف وغير مصنف، يعني كل شيء. غير مصنف مكتوب قريبا، يعني قريبا راح يكون فيه اسلوبين لعب، اسلوب مصنف وغير مصنف. الركيت هذه احداث، اطوار جانبية مثل
بنادية مباراة سريعة مثل الحر مثل القناصة، يعني طوار على جنب، وهذا توقع طور السيارات، واحد يلحق الثاني ويرمون بعض. الساحة فيها خيار غير مصنف ومصنف، كل شيء تحمل وتلعب، سوى تلعب مستودع على كيفك. نظام الساحة هو نفس نظام كود موبايل، يعني 5 ضد 5 وكذا على كيفكم. عندنا خيار التدريب، إذا كنت حاب تدخل عليه تضغط على التدريب تدخل على طول. خيار الغرفة، تنشأ غرفة، كل شيء. خلصنا من الأقسام اليسار، راح نبدأ في الأقسام اليمين. عندك أول شيء الموسم، معروف يستعرض لك الموسم ومحتويات الموسم. ورشة العمل هذه معروفة، تعدل على الشخصيات، تضبط لك تحديات على كيفك. فوق هذا بتصنع الأسلحة، مثل ما تشوفون موافق، تصنع لك أسلحة هنا، تعدل على سلاحك على كيفك، تغير لونه، تضيف الأشياء، كل شيء تحصله في ورشة العمل. مهام اليومية، يعني بشكل يومي كل يوم تيجي هنا وتخلص المهام. مهام التقدم، كل ما ارتفعت في المستوى كل ما عطوك اللي هي هدايا مكافآت. الإنجازات، كل شيء تسويه راح تحصله هنا، إنجازاتك كاملة راح تحصلها هنا. المخزون، بتحصل كل شيء هنا، ملابسك وأسلحتك وكل شيء. عندنا السهم هذا تضغط عليه بيعطيك خيارات كثيرة. عندك أول شيء خيار البريد، سوى إذا حدثت لعبة وارسلوا لك مكافآت اللعبة بتاخذ مكافآت على طول. الإعدادات، زي ما تشوفون الإعدادات هذه تغير شكلها، والرسومات مثل ما تشوفون عندنا 90 فريم في الثانية. عندنا العشيرة، العشيرة معروف اللي هو الكلان اللي انت منضم، يعني الكلان اللي انت فيه. وعندنا الطاقم، طاقم العمل مثل ما تشوفون. عندنا التصنيف اللي هو الترتيب، الترتيب العالمي اي سبورت، هذه الرياضيات الإلكترونية، الرياضة الإلكترونية، بيوجهك على موقع تحدي مكافآت، و5 ساعات راح يفتح وتدخل وبتلعب معه. عندنا الحظر أو باند تدخل عليه، هذه الظاهر بيعطيك الناس اللي عطوهم حظر. البرنامج التعليمي معروف اللي أول ما تدخل في اللعبة بيعلمك على كل شيء. خيار البلاغ، تبلغ إذا في أشياء يعني مخالفة قوانين اللعب مثل الهاكات أو في مشكلة في اللعبة، تبلغ الشركة وبتعدل على طول. عندنا قائمة الأحداث، ندخل على الأحداث، تشوفون الأحداث تغيرت هنا، جميع الأحداث، أي حدث جديد راح تحصله هنا، بتخلصها بتاخذ مكافآت. في شيء يفحط براسي حاب اني اذكر لكم، لازم اذكر لكم، واللي هو السيرفر. اذا كنت حاب تغير السيرفر هذا وموجود هنا، انا عندي الشرق الاوسط، تضغط عليه تختار السيرفر اللي يناسبك او الخادم اللي يناسبك. قبل لا اختم المقطع اتمنى اني كفيت ووفيت، اذا كان في شيء ناسي اذكره لي بالتعليقات، عشان لو جاء غيرك بيقرأ تعليقك بيستفيد. الحين أترككم مع الجيم بلاي هذا في إعدادات 90 فريم، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومع السلامة. Team match, let's go. First point for the red team. Reloading! Killing spree for the blue team! Target down! Reloading!
Cover me! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. Ma c'è di rado. Lo so. Oh, devo che non ti appaccia. Hello, hello, I'm too. Reloading! Reloading! Great! You're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Cover me!